يا سيدي العزيز، أولا من الغرابة بمكان في العالم السياسي أن توقع اتفاق مع دولة احتلال أو نظام احتلال أو جمهورية احتلال كما يسمونها، ثم يذهبون للشراكة في دولة الاحتلال وتحت علم الاحتلال وضمن نظام الاحتلال، ثم يتحدثون عن هدف مرحلي وما إلى ذلك. الشيء لا يعقل، لم يحدث في تاريخ لا الأمة العربية ولا الإسلامية ولا العالم، ولا أعتقد حتى في المريخ، أن تذهب كنظام سياسي تقول أن بلدك محتلة والناس تتعرض للاحتلال من نظام احتلالي، ثم تذهب لتشغل وزير ثقافة أو إعلام في دولة الاحتلال. هؤلاء يضحكون على الجهلة، على البسطاء، على المغرر بهم. أما على الناس العقلاء لا يعقل أبدا، لا يتحدث هذا ضيفك يقول لي نحن لدينا هدف مرحلي ونحن ما أدري من هذا الكلام الفاضي. هم دخلوا الحكومة بعد 2015، ثم اكتسبوا ما اكتسبوا، ومن ثم ارتضوا أن يكونوا أداة للغير، ومن ثم أخرجوا من الحكومة، فقدوا الكثير من المناطق، ثم الآن يطالبوا بمناصب هامشية في الحكومة الحالية. وبالتالي لا لسنا بحاجة، أولا دعني أرد على ضيفك، نحن لسنا بحاجة للمزايدة والكذب. هم يبحثوا عن مناصب، يبحثوا عن امتيازات، يبحثوا عن أن يكونوا جيش العبور للآخرين. هذه أشياء أنا أفهمها، أنت تفهمها، المجتمع اليمني بشكل عام يفهمها ويعرف أن القضية الجنوبية نعم هي قضية عادلة وقضية شعب وقضية حقوق سياسية، لكن للأسف الشديد القضية توجر بها، القضية صارت تخدم أجندة دولية، القضية صارت قضية مخابرات، قضية لعب، قضية يعني للأسف الشديد مسخت القضية إلى النهاية. بالتالي اتفاق رياض وإن وقع لن ينفذ بشكل صحيح، لأن الجماعة، وأقولها بكل صراحة والشعب يعرف هذا، هم يخدمون أجندة أطراف أخرى. بالتالي الأطراف التي يخدمون أجندتها ستقول لهم يمين يسار، تقدموا تراجعوا، هم لا لهم من الأمر شيء. والشعب اليمني في شماله وجنوبه يعرف الحقيقة فيما يخص هذا الأمر، وإلا طيب هم أساسا كانوا مسيطرين على الجنوب بشكل كامل، من المهرة إلى حضرموت إلى سيئون إلى عتق إلى باب المندب يا رجل.